الدايمنشن كذلك بقت من اسهل ما يمكن. انا عندي هنا 4 انواع من الدايمنشن. اول حاجه اوفرول دايمنشن. اوفرول معناها ان بيديني الطول والعرض، فهو بيديني الطول والعرض لاي بولي لاين مقفول ولاي ريجن. يعني لو دوست على الزرار ده وقلت مثلا ادي البولي لاين مقفوله اهي، كل القواعد دي حط لي الطول والعرض بتاعها، البرنامج اوتوماتيك حط لي الطول والعرض. وقلت هنا كاد ريتير، ادي الطول والعرض لكل الايه لكل القواعد تم مرة واحدة من غير أي إيه أي مجهود. لو قلت هنا ده هنا بيديني اوفرول برضو طول والعرض بس على البلوكات. فلو عندي رسمة فيها بلوكات كتير زي الرسومات المعمارية على سبيل المثال، وعاوز أحط الطول والعرض على كل البلوكات مرة واحدة، بسلك عليهم كده وبدوس انتر، هلاقي البرنامج اداني طول والعرض لكل بلوك زي ما احنا شايفين. تمام. طبعا كل الابعاد اللي بتتحط كلها بتكون طبقا لللاير فورمات، يعني بيكون الفورمات بتاعها بيكون طبقا لللاير النشطه اللي شغاله في الحاجه الثالثه. لو انا عندي مثلا زي الكاميرات والسيميلات، ده دايمنشن اون دبل لاين، يعني انا عندي دبل لاين بس انا عاوز احط ايه الابعاد على كل الدبل لاين دي بحيث يحط لي على خط واحد مش على الخطين. فده الزرار ده خاص بان هو يحط لي الدايمنشن على الدبل لاين زي ما احنا شايفين اهو، حط لي كل الابعاد على الايه على السيميلات زي ما احنا شايفين، مفيش اي مشكله. طبعا مفيش داعي ان انا احط بعدين على الخطين، فده متخصص ان هو للسيبلات والكاميرات. اون اون لاين اي خط بقى زي الايه زي مثلا القواعد اللي هي مش بشكل مستطيل، ليها مثلا مشطوفه او من هنا او من هنا، دي عباره عن لاينز، فانا عاوز احط بعد على كل لاين من اللاين دي، فبرضو بسلك عليهم كلهم. البرنامج بيقرا لي كل لاين على حده وبيحط لي الايه الابعاد زي ما احنا شايفين. ادي اهو كل لاين حط لي البعد بتاعه من غير اي مجهود وبسرعة جدا.